نادي تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من سوبر تايم. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار ولقاء مع احد نجوم الكره المصريه. النهارده هيكون ضيفنا ضيف من الضيوف المميزين او المسؤولين المهمين في الرياضه المصريه، لكن هقول لكم بعد ما نخلص اخبارنا. نبدا اخبارنا بمحمد عبد الغني مدافع الزمالك اللي رد على الاخبار اللي انتشرت مؤخرا وتحديدا امبارح ان هناك نيه لديه لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وان هناك محاولات من النادي الاهلي بضمه خلال المرحلة الأخيرة. عبد الغني قال في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي إنه لا يلتفت للإشاعات وإنه مركز فقط في الفريق صاحب الفضل عليه، وقال كمان أنا ما عنديش أي نية للرحيل ومتمسك بالنادي وعقدي يمتد لموسمين، ولو رحلت عن الفريق سيكون من خلال الأبواب الشرعية وعن طريق النادي صاحب الفضل عليا. وناشد اللاعب جماهير نادي الزمالك بضرورة مساندة الفريق واللاعبين في الفترة الحالية لتعود الانتصارات من جديد للزمالك. لسه في الزمالك وأصبحت فرص كل من عبد الله جمعه وأحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك صعبة للتواجد في لقاء الزمالك مع سموحه ضمن منافسات الدوري الممتاز وجولته التاسعة يوم الجمعة المقبل. بيعاني زيزو من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، بينما يعاني عبد الله من كدمة قوية في الساق، ولم يتمثل الثنائي للشفاء من الإصابة بعد. وبيؤدي اللاعبان تدريبات تأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد بعد تمثلهم للشفاء الكامل. وشيكابالا اللي بيعاني من بعض الحصوات زي ما قالوا